أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا يهودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة، ومن كتم شهادة، ومن أظلم ممن كتم شهادة، ومن أظلم ممن كتم شهادة من الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، والله عزيز حكيم. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، والله عزيز، إن الله بغافل عما وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كانوا يعملون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أعوذ بالله من آتيناها إبراهيم على قومه،
نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم ومن آبائهم ذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أعوذ بالله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم
إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين مد الواجب المنفصل مد الجائز المنفصل النون المشدد أني أنا مد الواجب المنفصل نعم مد الجائز المنفصل الغار لون قمرية الغار الحق لا لا قمرية سنتك هنا ما هو قمرية كفر شيء لبنى تبا شو أكاي إذا غاب لما يقول الغار لون قمرية أربعين أربع الألف والألف. الإدغام الشمسية. ما هو الإدغام لغة؟ الإدغام هو النطق بحرف بصفة بين. الإدغام لغة. أسألك عن الإخبار بس بالآن. الإدغام لغة. الإدغام هو. اجعل الألف في جيبك. الإدغام هو إدخال شيء في شيء. Kuyi mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu.